كريم معالي النائب خليل تفضل. يا سيدي والله انا مش راكب عمخ انه ان ان سقطت سهوا، يعني انا امبارح كنا قاعدين مع الاخ علام الاحمد والقرشي وقالوا موجودي، جينا التقرير مش موجوده، مين اسقطها؟ يرجو ان سمح على الرئيس الله يخليك. بس وضح لك، وضح لك، بس خليني اكمل، بس خليني اكمل يا معالي الرئيس، يا معالي الرئيس ارجوك ان خليني، انت قلت لنا اعطيتني 3 دقائق وانت مش معطيني غير دقيقه ونص. لا لا 3 دقائق، دقيقه ونص سيدي بالامانه. هي مسجل بالفيديو اذا سمحت، مش مشكله برضو، انت على راسي سيدي، تفضل. وانت رئيسنا لازم احترمك، عرفت؟ اما لا يجوز ان شيء بخص ما يقوم به الاردن اتجاه مقدسات ان يتم اسقاطه من التقرير يا سيدي. طيب. هذا المفروض ان تحقق بذلك معالي الرئيس، هذا واحد. اثنين، بيوعات الاراضي بالقدس، انا لو سمحت ان يتم وضع توصيف في هذا البند، اصيغ انا واخ القرشي بان على الدول العربيه ان تكون حذره من وتراقب ما يقوم به بعض الافراد او المؤسسات في الدول العربيه. عندنا في الاردن مثلا تم، انا اكتشفت قضيه تزوير وكالات يتم بيع هذه ضمن هذه الوكالات للمنظمات يهودية. لذلك هذا واجب وطني على كل الدول العربية أن تتحرى في دولها على عدم قيام أي مؤسسة أو أفراد يقوموا بشراء البيوت والأراضي في القدس الشريف وبيعها لمنظمات يهودية. لذلك أرجو أن يتضمن تقريرنا معالي الرئيس المحترم هذه التوصية، وأرجو من المجلس الموافقة عليها. طيب شكرا معالي النائب خليل. لو سمحت دكتورة، معالي النائب خليل، هناك خلط معالي النائب، هذا تقرير لجنة فلسطين وهناك تقرير اللجنة السياسية، ما اطلعت عليه كان في تقرير اللجنة السياسية، ما نتكلم عنه الآن هو في تقرير لجنة فلسطين، وأنا رأست اللجنة معالي النائب وكانت موجودة، وأنا طلبت من الدكتور ياسر قبل قليل لماذا سقطت، فأخبرني بأنها سقطت سهوا في الكتابة، فأنا أتكلم عن لجنة فلسطين وسوف تعاد حتى ما نطيل النقاش. شكرا. الفقرة بأكملها سوف تعاد، وكل الملاحظات اللي ذكروها نقطة نظام، نعم، كل الملاحظات اللي ذكروها أصحاب المعالي الدكتور كريم قبلها وسوف تضاف في تقرير اللجنة.